الذكرى وفرحنا انا خبر الاستاذ لاباس هذه الحمد لله. اذا كنزوروا رواق ديال جمعيه الاعمال جمعيه الرحمه للاعمال الانسانيه الاستاذه اللي عطات لنا السميه ديالها سناء السكتاوي رئيسه جمعيه نساء الرحمه للاعمال الانسانيه. نعم هذه المشاركه ديال السنه ديالكم باش كتميز المشاركه ديالنا السنه الثانيه كتميز فطرنا باش نعملوا طاجين ريشي حب شارخو بالبطاطا ومطيشه بحال اللي كانوا كيعملوا جدودنا جميله بالجيه هذا هو الطاجين ديالنا اللي كتشارك ما بين هذه السنه. نعم بالاضافه الى كي توالت في الرواق ديالك مجموعه ديال المشاركه مجموعه ديال الضيوف مجموعه ديال المشاركين معنا العام الحضور التواجد ديالك في الرواق معنا نساء الرحمه الاعمال الانسانيه كاملين معنا المنخرطات داخل الوطن وخارج الوطن معنا السي احمد الطاود اللي هو ضيف الشرف الاب قلنا على السي احمد قلنا على السي احمد الابنات ديالو بجوج سلوى الطاود وامل الطاود اللي هما اعضاء في مكتب الجمعيه شرفنا بالحضور ديالو كذلك حضر معنا واحد السيده سرعه طويل من الديار الاسبانيه يا برافو صبحوا ليها من العائله الطويل من القصر الكبير ولا؟ علاش؟ علاش هي كذا طويل المغرب كامل في طنجه باش تشارك معنا تشوف التكره العريشيه في جبري الطقوس اللي كدوز بها انا واخا يمكن تعرف الطاجين ديالكم لا واخا قررت المساله قررت اذا غادي نشوفوا الطاجين صافي كنشوفوا دابا الطاجين ها هو يمكن تكلمنا على يعني اللمسه ديالكم في هذا الطاجين الطاجين هو طاجين عريشي الشارقو بالبطاطا ومطيشه والزيتون وزوقناه بالسلسله والليمون مرقب ومطيشه والطاجين عريشي 100% اذا الطاجين لابد يكون فيه التنسيق وفيه باش يعطي الشهيه اصرينا باش ما يكونش شي جديد على الطاجين باش يبقى طاجين عريشي نعم عندكم شي مشاركة أخرى من غير هذه المشاركة؟ الطاجين الثاني هذا غير الضيافة وهذا وحاضر معكم السادة رجع صبحي شرفنا أننا نشاركوا في المرة الثانية المهرجان ديال الفكرة مهرجان اللي يعني إن شاء الله غادي يكون مهرجان وطني ولمال عالمي لأنه كيساهم هالمهرجان كيساهم في تعريف التراث اللامادي ديال مدينة العرايش وطبعا كما كنعرفوا أن التراث كمادي ولا مادي هو رافع للتنمية كنتمنى المشاركة ديالنا تكون اللي يعجب اللجنة وديال العدد المتطوعين كاملين كنتمنى المشاركة الفوز كنتمنى التوفيق للمشاركين كاملين شكرا شكرا عليكم شكرا